Ça dit enregistrement. C'est bon. Ça va commencer par les cirrhoses. Je connais quoi les cirrhoses. C'est quoi une cirrhose? Un fèf sorcinèche. La cirrhose, c'est une fibrose à le foie, en régénération. Dans la régénération, c'est une cirrhose. لك شغل هادي البلاك ما كانش في الكور غير باش نفهمو بعدا يجينا الكور ساهل سيروز كيما قالنا امي سي اون فيبروز بلس لي نودول دو ريجينيراسيون معناتها كي تسمى اون انفلاماسيون في لو فوا ابري تسمى لا سيكاتريزاسيون تسمى هاد لا فيبروز اي بي يبداو دي سيلول جدد يجو دي سيلول جدد يتريجينيراو اللي هما لي نودول دو ريجينيراسيون لي زيتيولوجي تاعها شي لادولت هادو اللي نديرتهم شي لادولت maintenant je vois une ligne par rapport à l'enfant on a l'hépatite parce que c'est une inflammation c'est logique inflammation à taper une fibrose donc la vie comme soit infectieuse ou la auto-immune on a les maladies de surcharge qui mal maladie de Wilson ou on a surcharge tal cuivre ou du fer on a l'alcool c'est une inflammation ou on a cirrhose biliaire c'est quoi c'est lorsqu'on a une cholestase وتكون عندنا لابيل ما تقدش تهود تحتها ما تقدش تيفاكوي تحتها في لي فوا بيليير تقعد هنايا ومن بعد تروح تضيع عندنا لو تيشو ايباتيك كي دير لنا اون انفلاماسيون تاع لو تيشو ايباتيك دير لنا اون نيكروز هاد لا نيكروز تولي لنا اون فيبروز ودير لنا لي نودول دو ريجينيراسيون دونك تعطينا اون سيروز معناتها لا سيروز بيليير معناتها لوريجين تاعها بيليير صح لي كونسيكونس تاع هذه هي المهمه كاع في الكل لي كونسيكونس تاع التيروز عندنا ليبرتونسيون بورتال عندنا لانسوفيزونس هيباتوسيلولير وعندنا لا كوليستاز انترا هيباتيك دونك نشوفو كل وحده على جينا ليبرتونسيون بورتال باسكو التيروز هنا لو فوا غادي نلقاوه ترو دور غادي يولي دور كيما هنايا دوك نشوفو من بعد لي كاركتيرستيك كيما هذا لو بور انفيريور غادي يولي ترونشون يولي ترو فان كيما تقدمي فهادي هاد لا دور اللي تكون في لو فوا هنايا غادي تشكلي ان اوبستاكل في لا سيركولاسيون بورتال معناتها هي نورمالمون لو سون فينو غادي يكون هنا في لي زورغان غادي يكون في لي فوما غادي يكون في لاغات يكون في لي ران كاع من بعد يطلع par les veines ويجي هنايا ابخي يطلع هنايا هنايا وبعد يروح لو كور دووا فكي يكون عندنا نوبستاك اللي هي هاد لا سيروز غادي لنا اون بريسيون هنايا انترا هيباتيك ما تخليش الدم هنايا يفوت يطلع الفوق فهادي نعيطوا لها ليبرتونسيون بورتال سي لوغمونطاسيون تاع لا بريسيون هنايا بورتال هادي ليبرتونسيون بورتال غادي نلقاو باردون L'hypertension portale va être des signes. L'oula, la splénomégalie. Alors, la splénomégalie, parce qu'on va être une congestion dans le sang. On a la rate, normalement, le sang est veineux. On va par les veines, on le système porte. Mais on a une hypertension, on a un obstacle. Le sang va être une turgescence. Ou la rate va être le volume. On a la splénomégalie. ثاني لو سون غادي يقعد ستاغني في لي فين اللي يجوا هنايا اوزوفاجين ولي فين اللي يكونوا في لي ستوما يديروا لنا دي فاريس اللي هي لا ديلاتاسيون دي فين وثاني يديروا لنا ان اسيت اسيت علاه باسكو لو سون غادي ثاني يقعد ستاغني ستاغني من بعد يتصرا لنا هذاك لو غراديون دو بريسيون بين لو ميليو انترستيسيال بين لو سون اللي يكون في لي فين اي لو سون من لي فين غادي يروح فيغ لو ميليو اللي يكون فيه شويه اللي هو لو ميليو انترستيسيال ويدير لي اون اسيت قاد يدير لي ثاني اون بلوريزي المهم ليسونسيال لو سون يقد يروح فيغ لو ميليو انترستيسيال يدير لنا اسيت بلوريزي كاع الصوالح اللي تاع الميليو انترستيسيال اوكي دونك هادي اول حاجه غادي تمانيفيستا بها لا سيروس اللي هي لا بريسيون هنا كي غادي تزيد زوجة ديرنا اون انسوفيزونس هيباتوسيلولير شنو معناتها اون انسوفيزونس هيباتوسيلولير معناتها لي سيلول هيباتيك ما يولوش يديروا خدمتهم شنو الخدمه تاع لي سيلول هيباتيك عندنا لا سينتيز وعندنا ليبوراسيون باغ اكزومبل لا سينتيز دي بروتيين كيما الالبومين لي فاكتور دو كواغولاسيون لي ترونسبورتور عندنا بزاف تاع لي بروتيين دوك نشوفهم لي تصنع يصنعهم لو فوا وعندنا ليبوراسيون باغ اكزومبل كيما الامونياك نورمالمون يجي هنا يصرى له لو كاتابوليزم وكاع ليسونسيال نتخلصوا منه باسكو سي اون سوبستانس كي توكسيك عندنا ثاني يصرى لو كاتابوليزم لانابوليزم بزاف صوالح يصراو في لو فوا
L'insuffisance hépatocellulaire, معناتها هاد les fonctions يولوا altéré. منهم la synthèse, منهم l'épuration, ou tani ils vont se manifester par des signes, on va les voir par la suite. On a la cholestase intrahépatique. Allez à la cholestase intrahépatique, tani un obstacle, les radis qu'on a, parce que cirrhose, qu'on a, c'est un obstacle. Haja, je ne sais pas si on a ça, comme la cholestase intrahépatique. La cholestase intrahépatique, la cholestase c'est quoi? C'est qu'on a un problème, un obstacle pour l'évacuation de la bile. On a la cirrhose, le foie radiculé dur, radiculé comme un obstacle dans les voies biliaires intrahépatiques. Pour me cacher toute la bile. Il y a une cholestase, c'est-à-dire qu'il y a des signes qui m'électèrent ou qui m'électèrent. Je vois le cholestase, je vois les signes. OK bon هذه كانت غير انتروداكسيون خفيفه كل باش نفهموا واش راه جاي دروك صح نبداو بلا ديفينيسيون تاع البروف قالت لنا سي اون ايتاب اللي هي سيروز ايفولوتيف فينال دو نومبروز مالادي كرونيك دو فوا لوين لارشيتكتور هيباتيك هي اللي غادي نطيح الاولى قالت لنا غادي تصير لنا اون نيكروز هاد لا نيكروز غادي تصير لها سيكاتريزاسيون اللي هي لا فيبروز من بعد تبغي تتجدد اللي هي لا ريجينيراسيون تعطيني هذوك لي نودول اوكي دونك باش نكلاسيو السيروز غادي نقدو نكلاسيوها اول حاجه باغ لي نودول هادو اسكو لي نودول كبار بزاف اللي هي ماكرو نودولير ولا لي نودول يكونوا صغار اللي هي ميكرو نودولير ماكرو نودولير يكونوا فوق 3 ملم ميكرو نودولير يكونوا اقل من 3 ملم والميست يكونوا لزوج يكونوا عندنا وحدين ماكرو وحدين ميكرو نقدو ثاني نكلاسيو السيروز par la fonction en fonction de la taille du foie est-ce que le foie est kbir ou est-ce qu'on a une hépatomégalie hépatomégalie ou là had le foie ou est-ce qu'on a une atrophie mais ou la chirdem ou la atrophique ou tani نقدو par l'origine on a post nécrotique ou la biliaire biliaire اللي هي قلت لكم l'origine biliaire et normalement juste qu'on fait une nécrose mais là je pense les autres étiologies من غير biliaire parce que donc je trouve que l'enfant bzef tkoun l'origine biliaire. OK, hado rizi hada machi haja kbira. Le diagnostic positif. Bach n'poser le diagnostic ta cirrhose, khasna des arguments cliniques, khasna des arguments biologiques, khasna ndirou les explorations ont confirmé le diagnostic. Awel haja f les arguments cliniques kima shiftou hna f le schéma, le foie a des conduits. C'est l'oula, la dureté du foie. On a l'irrégularité de la surface parce qu'on a les nodules. Ou tani le bord inférieur a des comptes tranchants. Tranchant, ce que les autres soient, c'est qu'on est irrégulier et qu'on fait en même temps. C'est qu'il y a tranchant. Donc, il y a trop de mi-had, bzef, qui est touché, qui est la palpation, rencontré pratiquement au cours de la cirrhose. Généralement, dès qu'il y a vos tranchants, il faut oublier, c'est de la cirrhose. Radinoko des signes d'insuffisance hépatocellulaire parce que chez Fnabeli cirrhose se manifeste par les signes d'insuffisance hépatocellulaire maintenant le foie mieux chirdem منهم l'ictère voilà parce que le foie mieux chirdem خدمت تاع la conjugaison تاع les تاع de la bile تاع bilirubine ما تصالحش la conjugaison ما قدش تصرا l'excrétion ثاني في الكوليستاز نعاودو نرجعو لها هذه بيان سور غادي يعطينا ictère Tani, tkoun anna l'encéphalopathie hépatique. C'est quoi l'encéphalopathie hépatique? C'est un trouble neurologique. Saha ala yisra, yisra parce que l'ammoniac irouh le système nerveux. Ou l'ammoniac c'est une substance trop toxique pour le système nerveux. Ala hadji ala aytoulha hépatique parce que le foie machi dir khadem tah ta l'épuration. Normalement, l'ammoniac ça le hadak le métabolisme عارف شي يولي une autre substance ou l'essentiel غادي يخرج. Ça qui le foie machi dir khadem tah, l'ammoniac غادي يتاكومولا في الصوم غادي يطلع le système nerveux ou qui غادي يخرج le système nerveux, il se manifeste par l'encéphalopathie hépatique, confusion, astérixie ou gars. Ou anna les signes d'HTP
اللي هي لاسيت كما شفناها عرفنا عليه قلنا لوسون يروح فيغ لو ميليو انترستيسيال. عندنا السبلين اوميغالي قلنا لوسون يقعد ستاغني في لا غات. وعندنا لا سيركيلاسيون فينوز كولاتيرال ثاني لوسون كي يولي يقعد ستاغني في لي فين كولاتيرال بلوتو. اي ليموراجي ديجستيف عليه باسكو هذوك لي فاريس كما شفناهم اوزوفاجيان ولي فاريس تاع ليستوما قادر في اي دقيقه يتبدلوا صار لهم اون روبتور. Donc, qui se manifeste par une hémorragie digestive, soit hématémèse ou la rétrorragie généralement. Il y a pour les signes cliniques. On va voir la biologie. Donc, on va voir biologiquement ce qu'on a dit. Qui met l'insuffisance hépatocellulaire, on va voir les protéines. On va voir une hypoalbuminémie. On va voir le TPH, parce que on a les facteurs de coagulation. نلقاو لوري هاود باسكو ماشي طلعت ماشي يصنع لنا باسكو نورمالمون ماشي عارفه جو بونس مش عارفه من السبستانس المهم هذاك لو سيكل اللي صرا صنع لنا في لافان لوري دونك ما غاديش يصنع لنا لوري ما غاديش تصرا كاع هذاك لو سيكل. عندنا لا كوليستيرولامي ثاني غادي تهود باسكو لي زونزيم اللي صنعوا لنا الكوليسترول او نيفو دو فوا ما راهمش كاينين سو سون دي بروتيين. وعندنا لا غليسيمي تهود هادي بلوتا كما تقولي صرا لا نيوغلوكوجينيز وكاع هادو ثاني باسكو يصراو او نيفو دو فوا. ليبرسبلينيزم غادي يبان في لا بيولوجي بار لا بونسيتوبيني معناتها تكون عندي لي غلوبول غوج لي غلوبول بلون و لي بلاكيز كاع هاودين. علاه هاودين باسكو لا غات هنا كي تصرا لها اون هيبرتروفي تكون كبيره بزاف غادي تولي تاكل بزاف خاطر هي الخدمه تاعها تاكل كل ما تلقى بزاف كل ما تكبر بزاف تاكل بزاف دونك شغل تولي تدي بزاف تاع ديغرادي هي الخدمه تاعها سي لا ديستركسيون دونك تولي ديغرادينا بزاف لي غلوبول غوج لي غلوبول بلون و لي بلاكيت دونك على بها غادي ينقصوا لنا في لو سون بيريفيريك لا بونسيتوبيني. وعندنا تروبل دو ليموستاز باسكو ثاني لي فاكتور دو كواغولاسيون غادي ينقصوا باسكو هادو كاع دي بروتيين كي غادي ينقصوا يعطونا دي تروبل دو ليموستاز ايموراجي ولا سي سورتو لو سيندروم ايموراجي. دي فوا يقولوا ثاني قادر تصرنا لا كواغولاسيون باسكو ثاني لونتي ترومبين ثاني هادوك ينقصوا دي بروتيين وينقصوا تما على حساب وينهم اللي غادي ينقصوا هما جينيرالمون لي فاكتور دو كواغولاسيون هما اللي ينقصوا تما جينيرالمون غادي نلقاو ان سيندروم ايموراجيك. Pour les explorations, c'est surtout l'échographie. L'échographie, ça te donne des signes. Regardez, nous avons l'hypertrophie du lobe coudé. Bon, on cherche le lobe coudé, les radicaux qui birgèrent, le foie, des salles hépatomégales généralement. Bah, le lobe coudé, où il ben le wolf l'échographie. On a l'hétérogénéité diffuse, maintenant, donc les nodules du parenchyme, la surface nodulaire, les signes d'HTP ben ou RAF, l'écho, l'acide, ça dit ben, le ben, splénomégalite ben, la circulation collatérale ben, la dilatation de la veine porte, ça dit ben, surtout la dilatation, ça dit gai ben ou flécographie. قادر نديرو اندوسكوبي الى لقينا باسكو كي غادي يكون عندنا ليموراجي ديجستيف بين خصنا نديرو ليكسبلوراسيون الى كانت دي الى كانت ليموراجي اوت تما غادي نديرو لوندوسكوبي اوت غادي نلقاو لي فاريس اوزوفاجيان هادوك لي فان اللي يكون لو سون فيهم ستاغني غادي تصارهم اون روبتور يطبقو يبانونا. ثاني عندنا لارتيريوغرافي صحه سيلياك غادي نشوفو ليريغاسيون هيباتيك كي دايره باسكو عندنا اون نيكروز نشوف قادر نديرو لاباروسكوبي هنا اون لابسونس داسيت ولا دون لاباروتومي صح نقدر نشوفو بها لو فوليوم دو فوا نشوفو لا سيرفاس كي دايره نشوفو اسكو كاين دي نودول لا سير كلش نشوفو لاباروسكوبي سي نشوفو بعينينا بيرمي ثاني نقدر نديرو بها لا بيوبسي ديريجي ولا بيوبسي مهمه شغل هي ستات فينا بصح خصنا نديروها في السيروز صاي غادي تبين لنا الصحه le fragment doit contenir au moins 3 espaces pour Saha. Le nodule de régénération a du choufou, choufou la fibrose, c'est-à-dire anapath, ou les lésions hépatocellulaires. Donc l'anapath, c'est l'air de confirmer vraiment. Si on a l'air de l'échographie, l'air de confirmer bien, il y a la biopsie. C'est-à-dire une sorcine à l'IA. Est-ce que quelqu'un a des questions à tel de l'autre? Yes, no, goulou à ça. Ah, t'as ça va pour moi. Ça va. Bon, moi, je vais vous dire l'évaluation de la sévérité de la cirrhose. Mais je vais vous dire à retenir. L'essentiel, ben, est-ce qu'on a l'encéphalopathie? Parce que vous le signe est très important. Tenez, je vais vous dire l'acide, la bilirubine totale, l'albumine,
le taux de prothrombine ou bien نشوفوا نشوفوا نديروا دي بوان ونشوفوا شحال السيروز شحال راهي اسكو لي غراف ولا لا بون انا بو ما تحفظوش بصح نتوما كيما تبغوا صح نروحوا لو دياغنوستيك ايتيولوجيك شو صح واه لو دياغنوستيك ايتيولوجيك معناتها هنايا غادي نشوفوا شمال لي ايتيولوجي عند لونفون لي غادي يديروا لنا السيروز باسكو هي اللي هضرنا عليهم سيتي عند لادولت غير باش ندو اون ايدي بصح عند لونفون منهم اللي يديروا لنا السيروز بون سي سورتو سورتو هادو لي سيروز بيليير على شفتوهم بلي مسميين شغل مقاسمينهم البيليير وبوست نيكروتيك على هادو الاخرين نبداو باللي سيروز بيليير معناتها وينهم لي كوز اللي يديروا لنا اون كوليستاز باسكو كي تصنع كوليستاز لا بيل هذيك ما عندهاش وين تقعد تفوت تقعد في لو فوا ودلي لا ديستركسيون تاع لاركيتكتور ايباتيك وحده عندنا كوليستاز اللي تكون اكسترا ايباتيك معناتها هذا لوبستاكل غادي يكون برا لو فوا في لي فوا تحتها ولا عندنا انترا ايباتيك لي فوا بيليير اللي يكونوا داخل لو فوا دونك لي كونو برا عندنا لا تريزي دي فوا بيليير هذا دونك من بعد نشوفو في الكور تاع الكوليستاز لا تريزي دي فوا بيليير هذه صحه سي اون مالادي غادي يزيد بها وكاع سي لوبستركسيون بروغريسيف سكليروزونت دي فوا بيليير ما على بالهمش على هاد الجي ولا بصح هاد لونفون غادي يولو لي فوا بيليير تاعو غير بشويه صارهم اون اوبستركسيون بروغريسيفمون غير تصرا صغار لا لوميير دي فوا OK l'étiologie ça je fais un schéma هذا donc les voies biliaires هذو هما قادر تصنع كيست du cholédoque donc le canal cholédoque يكون فوقه un kyste سما une compression تكون extrinsèque حاجه تكومبريمي الكوليدوك دونك ما غاديش تقدر تفوت لا بيل عندنا ولا une cholestase intrahépatique l'hépatite par exemple donc c'est une inflammation اللي غادي تكومبريمي لي les voies اللي يكون حداها biliaire عندنا hypoplasie ductulaire l'hypoplasie هذه ductulaire شنو معناتها c'est une maladie génétique ثاني c'est l'absence soit totale soit partielle des voies biliaires donc يزيد ناقصين عنده le nombre des voies biliaires donc غادي تصير une cholestase معناتها لا بيل ما تقدرش تيفاكويا عندنا ثاني هذه البي اف اي سي معناتها لا كوليستاز انترا هيباتيك فاميليال بروغريسيف ولا نعيطوها مالدي دو بيلير هذه سي من اسمها باينه كوليستاز انترا هيباتيك فاميليال دونك يزيدوا بها ثاني عندنا الميكوفيسيدوز اللي هي المالادي دو ميكوس هذا اللي يكون فيسكو لاكوميلاسيون دو ميكوس في لي فوا ولا عندنا الديفيسيت اون الفا 1 اونتي تريبسين هذه الالفا 1 اونتي تريبسين سي كوا سي اون بروتيين بروتيكتريس دي تيسيو كونتر لي انزيم لي اسمعهم لنا لي سيلول انفلاماتوار اش معناتها كي تصنع اون انفلاماسيون هادو لي سيلول انفلاماتوار غادي يصنعوا لي دي انزيم هادو لي انزيم هو اللي غادي لونزيم قادر يدير لي لا ديستركسيون تاع لو فوا فهذا الالفا 1 اونتي تريبسين تكون بروتيكتريس كونتر لي انزيم تاع الانفلاماسيون تسمى كي تنقص لي هاد لونزيم كون عندي ديفيسيت اون الفا 1 تسمى لي تولي عندي الانفلاماسيون تقدر دير لي لا ديستركسيون تاع لو فوا ثاني هادي سي اون مالادي جينيتيك اوكي دونك رانا عند لونفون هادو صوالح يزيد بيهم كيما الكيست لا كيست دو كوليدوك ما يزيدش بيه الهيباتيت ثاني ما يزيدش بيها نروحو البوست هيباتيتيك معناتها بوست هيباتيت l'hépatite c'est une inflammation de l'unécrose ou mon nécrose a dit ça n'a le cirrhose donc on dit ça que sur n'a pas ce qu'on a fait le diagnostic étiologique on a aussi la l'étiologie on va dire je voulais est-ce qu'on a antécédent d'hépatite virale la sérologie qui d'aira notion de prolongation des signes cliniques hépatiques je voulais généralement il a qu'on a pris des macronodules et n'a pas ce qu'on a dit c'est post-hépatite ماشي حاجه كبيره هذه ثاني اوكي نروحوا للسيروز ميتابوليك سيروز ميتابوليك هذو ثاني نزيدو بهم هنا سورتو سورتو عقلوا عليها هذه عقلوا عليها غايه بلي لا كونسانغينيتي عندها دور في السيروز ميتابوليك معناتها اللي يكونوا دي بارون كونسانغان ولا غادي جينيرالمون يكون عندهم هاد السيروز ميتابوليك كاين بزاف انواع اللي هما لي مرض جينيتيك كيما هاد التيروزينامي ثاني سي اون انزيم ان بروبليم فلانزيم بون كلا تعرفوا كل واحد اش دير وكاع ما تحقاهمش ليسونسيال كاين تيروزينامي كاين غالاكتوزامي كاين ديفيسيت اون الفا 1 اونتي تريبسين اللي درنا عليه قبيله مرض دو ويلسون اللي هو لو كويفر يكون زايد مرض دو غوشي وكاع ما
بون في هادو كاع عقلوا بلي لا كونسانغينيتي هي اللي تهم خاصنا نسقسوهم على لا فخارتي وكاع اوكي و سورتو قال لك ان ديسي انسبليكي في هذيك لا فامي ما عرفوش علاه جينيرالمون باسكو بالك كان عندهم هاد السيروز ميتابوليك وما عرفولهاش باسكو لازم باش نعرفوا هاد باش نعرفوا ليتولوجي خاص دي زيكسبلوراسيون سبيسياليزي وكاع اللي حنا ما عندناش سيروز فاسكولير هادي شنو معناتها معناتها généralement le problème c'est la turgescence tu as le foie بالدم يكون la congestion veineuse معناتها le foie هذا غادي يولي معمر بزاف بلو سون علاه يولي علاه يولي معمر بلو سون par exemple la péricardite chronique constructive la قالتو عليها اللي insuffisance تاع le cœur droit عندها syndrome de Budd-Chiari اللي هي Budd-Chiari Chiari مش عارف essentiel c'est l'obstacle qui consiste hépatique ou la maladie veineux occlusif هادو شنو معناتهم essentiel هادو كاع شنو يديرولنا يديرولنا لو سون يكون هنا يصرا لها stagnation هنايا كي لو سون يكون هنا في لي فين تاع لو فوا دونك تصرا لي لا dilatation تاع لي فين سنترو لوبولير و تاع لي سينوزويد ومين يديروا لي لا ديلاتاسيون غادي يكومبريم لي لي هيباتوسيت لي سيلول هيباتيك كي كومبريميو لي لي سيلول هيباتيك يديروا لنا لالتيراسيون دي هيباتوسيت هاد لالتيراسيون قادر تروح لي فيغ لا نيكروز ما تروح لي فيغ لا سيروز وعندنا السيروز كريبتوجينيتيك اللي هي ايديوباتيك وما عرفولهاش ليتيولوجي تاعها نعاود صح نعاود بالخف باسكو هذا ما فيه يكون شي حاجه كبيره صح قلنا بلي في لا سيروز ش غادي نعقلو كاع نعقلو بلي ديرنا هذوك ثلاثه ليبرتونسيون بورتال انسوفيزونس هيباتوسيلولير والكوليستاز انترا هيباتيك قلنا بلي كلاسيوهم سولون لي نودول هذوك ولا سولون ليتيولوجي ولا سولون لا تاي دو فوا ابري قلنا باش نكونفيرميو لو دياغنوستيك غادي يكون عندنا دي سين كلينيك غادي يكون عندنا لا بيولوجي اي لي زيكسبلوراسيون ديروهم اي سين كلينيك سي سورتو نعقلو على لا دورتي دو فوا ou le bord inférieur qui est tranchant. Bada l'insuffisance hépatique là c'est bien surtout par les protéines qui radio yonkso ou tani l'ictère parce que maintenant on a la conjugaison on a l'encéphalopathie hépatique liée à l'ammoniaque mais radio là le système nerveux. Les signes d'HTP on a la cytopénomégalie hémorragie ou bien la biologie on a les signes d'insuffisance c'est surtout les protéines mais ça n'ouche les hormones l'albumine ou TP parce que les facteurs de coagulation mais ça n'ouche l'urée cholestérol glycémie hadou parce que hadou les enzymes tawhom ma rahomch yخدمو ou les enzymes ce sont des protéines l'hyperplénisme parce que splénisme parce que la rate connaît kbira donc غادي تولي دير خدمتها excessivement غادي دير la destruction تاع les trois types de tali cellules sanguines ou les troubles de l'hémostase parce que les facteurs de coagulation غادي ينقصوا كي نديروا les explorations c'est surtout نشوفوا له l'échographie غادي تبين لنا les signes d'HTP ونشوفوا le foie qui داير قادر نروح نشوف لي فاريس نروح نشوف لو فوا ليريغاسيون هيباتيك كي دايره لاباروسكوبي و سي سورتو لاباروسكوبي باش نديرو اون بيوبسي البيوبسي هي اللي غادي تكونفيرمي لنا بعدا ليتيولوجي قلنا عند لي زونفو غادي تكون لي سيروز بيليير انا قادر تكون بوست هيباتيت قادر تكون ميتابوليك هنا ولا نحوسو على النوسيون دو كونسانغينيتي ولا واحد ماتلهم من قبل وثاني لي سيروز un enfant يعني والسيروز فاسكولير والسيروز كريبتوجينيتيك هادو البيليار دوك ما نعاودو نشوفهم في كل زاوج عندنا بوست هيباتيك ساي نعرفوها ميتابوليك اي حاجه تاع لي زونزيم فاسكولير قلنا بلي صالح اللي يديروا لنا لا كونجيستيون فينوز والكريبتوجينيتيك معناتها ما نعرفولهاش السبب لا بريز اون شارج غادي دونك لا بريفونسيون باغ اكزومبل كيما الهيباتيت نديرو ديبيستاج لو دياغنوستيك بريكوس باسكو قلنا بلي قادر يموتو كيما هادو ما يعرفولهمش ويموتو عندنا لا سيرفيلونس باينه و لو سول تريتمون راديكال دو لا سيروز غادي تكون لا ترانسبلونطاسيون هيباتيك باسكو باينه لو فوا تاعها التيري ماش جاي يخدم لازم يجيبو له ان اوتر فوا اللي هي لا ترانسبلونطاسيون هيباتيك كاش كيستيون هذا ما كان كور سهل هذا هو الكور واحد هذا ما كان صحيتي اي سؤال باش نروحوا للكسيم كان غير واحد ما لقيتش عليه واه هذا ما كان كنتي هكذا باينه لا ما كنتش هكذا جو كور سهل بزاف درنا عامل لي هذا ما
سيتي هكا غير ريزومي باش تلعب مش عارفة هي جاية مصمطة شوية في السيبور تاعها شو سيبور حلو هاي سحب بعد باتينا هذا نمبريم نديرو تسليم شكون يدير هنا سهل شغل هو خاطي قاع بصح دايرين ثاني سهل ماشي حاجه يبان هيا جماعة ندير انا وما على باليش صح شي لونفون لو سيرو دو فوا الي تا فينال دو ايش تبان لي هنا دو de nombreuses maladies de nombreuses maladies chroniques du foie parmi les causes suivantes cochez là où les réponses sont fausses la tyrosinémie. Mais je sais pas, je vais mettre un peu de temps pour la tyrosinémie, tu vas les fausses. Ok. Déjà, atrésie des voies biliaires. Atrésie des voies biliaires, Kaina. Kaina. Maladie de Weiler. Je vais aller là-dedans. Tu vas aller là. Cholestase bénie transitoire, tu vas aller là. Hépatite virale, Kaina. Donc, ACD. Les réponses fausses. Ouais, les réponses fausses, ACD. لا د تيروزينامي هي لونزيم سمى كالي مش عارفه اش دير ميتابوليك شو كاين ثاني اتريزي دي فابيليا كاينه اللي هي قلنا لوبستركسيون بروغريسيف سكليروز اون تاع لي فابيليا مالادي دو بيلير هذه مش عارفه هي المالادي هذه اللي هي كوليستاز انترا ايباتيك فاميليال بروغريسيف والكوليستاز ايه شغل باينه من اسمها كوليستاز باينه ترانزيتوار هي باينه باللي هي دير لي ما ديرليش سيغوز ولي باتي فيرال قادر ديرها تمدي مش عارفه الا هاد لا كيسيون تابع لهاد الكوره وليسونسييل زعما شغل باينه سهله ميم هادي باسكو من بعد غادي نهضروا ليها دير لنا ان كوليستاز بصح ما ديرناش اون سيغوز هذا ممكن اوكي كملنا الكور الاول غادي نقرا لونغيجستمون